أهلاً وسهلاً بالمسالمين. أنا سليم زنر، مواطن مؤمن باللا عنف. أنا ما بنتمي لا لحزب ولا لتيار. أهلاً وسهلاً بلبنانيي الحق والحرية والعدالة. يا لبنانيي السلام، يا عرب السلام. بتذكر يوم جيت بثلاثة أيلول 2004 لأتظاهر سلمياً وعفوياً بساحة الحرية. نهار الجمعة المشؤوم، نهار لتعدل فيه دستور لبنان ومدد رئاسة الجمهورية بالقوة وبالتهديد في مجلس النواب. جيت لأستنكر الخروج على الدستور يلي كان يتم فيه التعديل لتمديد الرئاسات. بهالنهار كنا زمرة أقل من 20 شخص. ما كنت موهوم إنه هالمظاهرة كانت رح تغير الأمور. بتذكر كمان بعدين جينا بهالنهار ب 17 شباط وقت قتلوا رئيس وزارتي لعبر عن استنكار وعن غضب تجاه هالعمل الوحشي والشرير. جيت لأطلب العدالة ولأطلب وقف القتل بدون محاكمة وعقاب. بتذكر كتير منيح كيف جيت مع كتير من اللبنانيين وقضينا الليلة ب 27 شباط مع سمير قصير وجبران وبيير ومروان ووليد عيدو وكتير غيرهم. وفاقت بيروت في 28 شباط وأسقطنا حكومة الوصاية وبدأت الثورة السلمية بالانتصار على مؤسسات الرعب والخوف. وبعد ذلك دهشنا بثماني أدار. بتسأل ليش ما في احتفال سنوي بمناسبة ثماني أدار ذكرى الوفاء لسوريا؟ هل هي ذكرى أو تنذكر ولا تنعاد؟ شو مستحيين فيها؟ نحن هنا وفاء لسوريا، وفاء لشعب سوريا. تحية من أحرار 14 أدار إلى أحرار 15 أدار. القضية نفسها قضية الكرامة والعدالة الاجتماعية. وجاء الحدث 14 أدار، هيدا اليوم العظيم، اليوم المجيد. 14 أدار ثورة الحب على الكراهية. 14 أدار ثورة منا مهرجان، هي ثورة غير عنفية، ثورة السلام على السلام والحضارة، ثورة دائمة مستمرة، ثورة القانون على سلاح الميليشيات. إنها ثورة حرية التعبير والتفكير والوجود. 14 أدار بدها العدالة لرفيق الحريري، بدها العدالة لكل أصحابنا اللي قتلوهن، بدها العدالة لموسى الصدر. بدها لبناني يساوي لبناني ويتفوق بعقله مش بسلاحه. هي الثورة الشعب فيها رائد وليس تابعا، ثورة مبنية على شرعيتنا وليس على شرعية زعمائنا، ثورة التوافق لا التوافقية. إنها ثورة السلام على العنف، ثورة المؤسسات على الغابات، ثورة التطور على الرجوع إلى الوراء، ثورة الثقافة على الظلام، ثورة الحياة على الموت. إنها ثورة الاستقلال الدائمة، إنها ثورة الأرز، إنها ثورة كل لبنان.